الله عز وجل خلقنا، وضع فينا روح، شيء سماوي من فوق، وضع فينا الشهوات والشقوات والغدرات والفجرات، وضع فينا جبلها فينا. فيعلم الله أننا أشقياء، يعلم الله أننا أشقياء. كيف أنت ابنك تعرف أنه شقي بس تحبه؟ صحيح. والله عز وجل يعلم أننا أشقياء، لهذا الله عز وجل لا يضيع أحد. قال يا الله، يا رجل فرعون كان يغرق، وكان جبريل يضع الطين بفمه حتى لا يقول كلمة يرحمه الله بها. يا رجل يوم القيامة الله عز وجل شانه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هل له من حسنة، وعنده سجلات بلغت عنان السماء ذنوب. ويقول الله عز وجل: انظروا له هل له حسنة. حسنة هذه ربنا يقول الملك انظروا حسنة واحدة. والعبد مشفق من ذنوبه كما قال صلى الله عليه وسلم، مشفق يشوف مشفق، فيقول يا رب ليس له إلا لا إله إلا الله. فقال الله: ضعوها في الميزان. فوضعت في الميزان فرجح، قال ادخل الجنة. فرب العباد لا يكسر، اسمع، لا يذل الله وجها سجد له، ولا يخيب الله إنسانا سعى له. كلنا نذنب، وأنا كلنا نذنب، كلنا يقع في الذنب، وكلنا يرجو رحمة الله، كلنا سنقبل على الله. الله عز وجل يفتح بابه أعظم ما بين السماء والأرض، قل يا الله بس واجعلها ذخرا عند الله، وسيأتي يوم الله عز وجل يجعلها ذخرا لك. صحيح، ذخرا لك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة، حديث صحيح، لم رجل لم يترك ذنبا إلا وفعله. فيخرج الله عز وجل له صغار الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل مشفق من ايه؟ من كبارها. ايه، لكن الله عز وجل لم يظهر الكبار، شو يظهر له؟ صغار. يقول يا عبدي فعلت كذا، قال نعم يا رب، وفعلت كذا، نعم يا رب، وفعلت كذا، نعم يا رب. والله عز وجل لا يظهر كبارها. فالله عز وجل يدنو من عبده، طبعا ستير ربنا، ويقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وسأسترها لك في الآخرة وسأبدلها حسنات. وش يقول العبد؟ فيقول يا رب إن لي ذنوب أعظم من هذه لم أرها. ليه تتوقع؟ ليه؟ حتى يبدلها حسنات. طمع برحمة ربنا. قال ابن مسعود: إن الله سيغفر يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر. على قلب إنسان، يعني أنا لو أنت أتيت قلت لك وش تتوقع رحمة ربنا، ابن مسعود يقول لك مستحيل تتوقع. لما الله عز وجل امرأة بغي تتاجر بعرضها، بغي تتاجر بعرضها، تسقي كلبا يدخلها الله الجنة، لأنها رحمة الكلب الله رحمها، لأنها عند بواعث الرحمة الله يرحم الرحماء. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هي رحمة كلب، رحمة كلب. فالله عز وجل أدخلها فردوسة. رجل، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجل يتقلب في الجنة، في الجنة يتقلب، طاير في الجنة. ليه يا رسول الله؟ يقوم الليل؟ لا، شو سوى؟ رأى شوكة أخرها، شاف شوكة على الطريق عشان ما تضر الناس، عشان ما تضر اللي يأتي من ورائه. صحيح. بس شوكة شاف، مثل الإنسان ماشية بالليل سيارة، شاف طوب، شاف عجل سيارة، تاير كذا، وقف على الجنب، زاح عن الطريق حتى ما يأتي أحد لا قدر الله تقلب فيه السيارة. هذا شاف شوكة شالها، الله قال له يتقلب في الجنة شوكة. فأنت تأتي تسألني تقول لي هل الله يغفر لنا؟